بتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بهدف خلق قيادات شبابية واعدة، شهد سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، وسعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام توقيع اتفاقية شراكة بين هيئة لامع ومعهد الإدارة العامة وبابكو إنرجيز وبيت التمويل الكويتي لدعم المشروع الوطني لامع. نعم، بموجب هذه الاتفاقية سيتم تقديم الدعم للبرنامج الوطني لامع الذي يلعب دورا مهما في بناء القدرات الوطنية الشبابية والاستثمار في طاقات وإمكانات الشباب. لامع مشروع وطني رائد ينطلق في نسخته الثالثة حاملا في جعبته الكثير من البرامج التنافسية في مختلف التخصصات، ليتنافس من خلالها 20 شابا وشابة ليحصدوا هذا اللقب، ويكونوا بذلك مهيئين لتولي مناصب قيادية في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. ضمت عدد جهات مشاركة أكبر بنسبة 76% من النسخة اللي فاتت، عدد مشاركين أو مترشحين بلغوا 246 مترشح، اخترنا منهم 20 شاب وشابة نفخر أنهم معانا هالمرة، مروا بتحديات كثيرة، مروا بسبع مراحل إقصائية عشان يوصلون لنقطة البداية اليوم، فمتأملين خير إن شاء الله ومتوقعين إن إن شاء الله راح يطلعون لنا بمشاريع وحلول تفيد التحديات اللي مملكة البحرين تعيشها، ودائما نقول مستقبل البحرين بيد شبابها، فإحنا متأكدين إنه مرهان المضمون إن شاء الله. إن استمرارية هذا البرنامج للعام الثالث على التوالي لهو دليل واضح على الاستثمار في تمكين الشباب وتطوير قدراتهم وتأهيلهم للخروج بمشاريع ومبادرات مبتكرة تصب في تطوير العمل المؤسسي في القطاعين العام والخاص. المشاركون في هذا الموسم على موعد مع نسخة مغايرة سيتم من خلالها رسم خارطة طريق واضحة للقيادات الشابة للعمل من خلالها على تخريج أفواج متعاقبة من الشباب اللامع، من خلال إخضاع المشاركين إلى المزيد من التحديات التي تكشف فكرهم وقدراتهم الكامنة في ظروف وإمكانيات استثنائية. حيث شرع المعهد اليوم بتصميم وتطوير البرنامج وفق أبرز المنهجيات العلمية والدولية ليحاكي التطلعات الوطنية في صقل وإبراز واكتشاف المواهب الشابة والقدرات القيادية الوطنية لشباب مملكة البحرين. هدفي من الانضمام لهذا المشروع جاء صراحة بعد رؤية المخرجات المشروع في نسخته الأولى والثانية، وشلون البرنامج قدر يطور من الشباب قبل الدخول للبرنامج وبعد وصقل مهاراتهم بعد خروجهم من البرنامج وتخرجهم من البرنامج. خلينا نقول خلال هذا البرنامج في تطوير مهارات الإدارية والقيادية من خلال المشاركة في هذا البرنامج راح نستفيد باكتساب الخبرات من المشاركين من الدوائر الحكومية والشركات الخاصة في مملكة الحبيبة، وإن شاء الله نكتسب منهم الخبرة ونعطيهم من الخبرات اللي قدرنا نتوصلها إلى هذا الوقت. دعم متواصل من القطاعين العام والخاص لدعم المشروع الوطني لامع، فقد تم إبرام اتفاقية تعاون بين كل من هيئة لامع ومعهد الإدارة العامة وبابكو إنرجيز وبيت التمويل الكويتي، وذلك بالتزامن مع انطلاق المرحلة النهائية للبرنامج. في موسمه الثالث لامع برنامج وطني متقدم يحتضن عددا من الشباب البحريني من أصحاب الكفاءات التي تمتلك طموحا وقدرات استثنائية ليتولى صقلها، فتكون بذلك مؤهلة للإبداع والتميز في مختلف المواقع والمجالات. خلة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.